السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الصحي الصحة توب. ماذا لدينا من مواضيع لهذا اليوم في محطاتنا المختلفة؟ في فكرة الصحة الجسدية، ما هي محاذير تناول المسكنات وخصوصا خلال فترة الصيام؟ أما في فكرة الصحة النفسية، ما هي أسباب الاكتئاب عند الأطفال؟ ونختم مع فكرة التغذية بعنوانها البي 12، فيتامين البي 12 أهميته ومصادره. على بركة الله أبدأ هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، وأبدأ أولى محطاتنا لهذا اليوم فكرة الصحة الجسدية لنتحدث عن موضوع المسكنات، مسكنات الآلام التي نتوجه لشرائها من الصيدليات ونأخذها حبة حبتين أكثر ربما عند التعرض لأي ألم، دون الأخذ بعين الاعتبار أن لهذه المسكنات مضار على الصحة ومحاذير يجب علينا اتباعها وتوخي الحذر من أخذها بشكل مفرط. دعونا نتحدث أكثر بإسهاب عن هذا الموضوع مع الاختصاصي في الصيدلة دكتور حسين حب الله. أهلا وسهلا فيك دكتور حسين. بالنسبة للمسكنات، بنعرف كلنا المسكنات عندها عوارض كتير كبيرة على الإنسان السليم قبل ما يكون عنده أمراض أو بيتناول أدوية مزمنة. عوارض المسكنات أو عوارض الاستعمال العشوائي أو من دون وصفة طبية للمسكنات بتبلش أول شيء مثل ما بنعرف كلنا بعوارض المعدة، بتسبب تقرحات بالمعدة والمصران وحتى للمريء. يعني اللي عنده مشاكل معدة نحن بنحاول كتير ما يستعمل أنواع كتير من المسكنات، يستعمل المسكنات بدوز قد ما فينا قليل، ما يستعمل كذا نوع من المسكنات. فهذه بالنسبة للعوارض اللي على الجهاز الهضمي. في عوارض تانية على الجهاز الكليوي أو على جهاز اللي بيتعلق باحتباس سوائل بالجسم والضغط وعملية الكنترول للأيونات أو الأملاح والمعادن. هيدي المسكنات طبيعة شغلة أنها بتضغط تقريبا على شرايين الكلية، فبتحبس السوائل بالجسم أكتر من اللزوم، مما يضطر الجسم ليضغط، ولعنده مشاكل صعبة وفي إشكال فيها. العوارض الثالثة هي قصة تداخل المسكنات مع بعضها وتداخلها مع الأدوية المزمنة. بنشوف نحن كتير أمراض، مثلا الناس بياخدوا دواء مزمن، دواء سكري، بيتعاطوا مسكنات، بيكون عندهم أمراض مزمنة كالقلب والضغط والشرايين وغيرها وبياخدوا مسكنات، والضغط والشرايين والدهونيات، بيتعاطوا مسكنات بلا ما يشوفوا إذا هالمسكنات هي آمنة، ما بتتعارض مع أدويتهم الدائمة. هلأ بالصيام ذكرتي شغلة مهمة، بالصيام نحن عندنا المشكلة إنه المعدة عم تكون تقريبا ما لا يقل عن 12 ساعة فراغ فاضية. إذا أخذنا نحن حبة المسكن وحبه المسكن حتكون اكثر استعمالا مرتين باليوم، يعني صباحا مساء، اذا واحد حبه المسكن على السحور وعلى الافطار حتكون معدته فاضيه، حياخذ حبه المسكن اذا اي وجع روماتيزم، وجع ديسك، وجع طبيعي نحن بنعرف انه بتستعمل لكذا انواع الاوجاع العامه. فهي القصه حتكون تبين على الصائم كثير، لانه انت معدتك فاضيه اخر شغله تناولتها هي المسكن حتحس بحرقه نفسه. الافضل ياخذها عند الوجبه، يعني بنصف الوجبه ياخذ حبه المسكن، يرجع ياكل شيء وراها. إذن الأفضل ناخذها بمنتصف الوجبة. أفضل وقت لاستخدام المسكنات هي بعد وجبة مباشرة أو بوسط الوجبة، وسط الوجبة لحتى نخفف من العوارض اللي حكينا عنها. نحن الصائم انه مش عم يقدر يشرب ماء كتير، فجسمه عم بيحاول يحبس السوائل اللي يحتفظ فيها لكل فتره الصيام. لما نحن بناخذ مسكن هل حيصير في هون خربطه، حيصير الكليه عملها حيخربط، حتروح شيء نحن بحاجه له، حتحبس شيء نحن بغنى عنه اللي هو الصوديوم، كمان حيؤدي لمضاعفات على البول وعلى الضغط وعلى سيستم السوائل بالجسم.
دكتور إحسان حب الله اختصاصي في الصيدلة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة حول موضوع تناول المسكنات وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك. طبعا في عنا مداخلة أخرى مع حضرتك في برنامج الصحة توب. رمضان كريم، يعطيك ألف عافية. إن شاء الله يعطيك العافية. رمضان كريم عليكم. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام، موضوع المسكنات، محاذير تناول المسكنات وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك كان موضوعنا لهذا اليوم في برنامج الصحة توب. ماذا لدينا في الصحة النفسية؟ انتظرونا بعد هذا الفاصل.